غزولة يا روح قلبي. نعم يا مامي. ايه رأيك بقى تيجي معايا السوبر ماركت؟ انا هجيب شوية حاجات. لا يا مامي، خلينا قاعدة هنا. تعالي معايا جيبي السويتس اللي انت عايزاها، وهديكي كمان 10 دقايق تجيبي كل اللي نفسك فيه. ماشي يا مامي، اصلا بتجيبي لي وانت جاية. طب عايزة ايه بقى قولي لي؟ بصي، هاتيلي كندر وليلي بوب وهاتيلي دوريتوز وشيبس اللي بيكسب وايس كريم. وايه تاني؟ هاتيلي اكتر حاجه ايس كريم. ايس كريم؟ هجيب لك كل اللي نفسك فيه، بس خلي بالك من نفسك. ماشي؟ مش هتاخر عليكي. ماشي. يلا يا روح. يلا باي. باي يا روح. يلا عوامات البحر وجرادل البحر، يلا مسدسات ميه ونضارات البحر، يلا عوامات البحر. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي؟ الله، جردل البحر ده جميل قوي ولونه ازرق كمان، انا بحب اللون الازرق على فكره. ولا استني، اللون البينك بقى يا طنط، بحب قوي اللون البينك. تعرفي لون اوضتي لونها بينك يا طنط؟ ماشي يا حبيبتي. ولا الازرق؟ الازرق برضو جميل، بس الازرق ده ولادي شويه. طب خلاص بقى يا طنط، هو الواحد عامل 50 مش غالي، يعني لو عايزه تشتري ب 50 جنيه؟ اه يا حبيبتي مش غالي خالص. طب خلاص انا هاخد 2 بقى. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا طنط، اتفضلي. ماشي، شكرا يا حبيبتي. ماشي يا طنط، سلام. سلام. جدع يا غزل، شاطرة. ماشي يا أمنية، بس عايزة أقولك على حاجة. اتفضلي. بس يا أمنية كده حرام. ليه يا غزل؟ مش حرام، احنا بنهزر معاها عادي يعني يا غزل. طب ماشي يا أمنية، هنعمل ايه؟ بصي يا غزل، تعالي نروح يلا شقتك عشان أقولك نعملوا ايه. الله يا أمنية، بسيف في الصالة؟ ايه رأيك بقى يا غزل؟ بس حلو قوي، بس عايزة أقولك على حاجة. اتفضلي. كده ماما هتزعقلي. هتزعقلك؟ لا يا غزل، بالعكس، دي مامتك هتفرح بيكي قوي وهتسقفك وهتقولك يا غزل ده انت دماغك حلوة قوي يا غزل. تعرفي ليه؟ ليه؟ عشان دي فكرة جديدة. انت شفتي قبل كده حد بيحط البسين في الصالة؟ لا. طيب خلاص يا غزل، دي مامتك هتفرح بيكي. هي انا مبسوطة قوي، بس دلوقتي بقى هنعمل ايه بالسمك؟ انا هقولك يا غزل، احنا هنعمله تحدي من اسطة سمك اكتر. طب ماشي. ماشي؟ بس على فكرة انا اللي هكسب التحدي يا غزل. لا انا. لا انا اللي هكسب التحدي. ايه ده؟ امنية اتأخرت كده ليه؟ دي اخدت مني 100 جنيه قالت لي هجيب بيها لعبة وهطلع العب بيها هنا يا ماما. اكيد اكيد قابلت غزل وراحت تلعب باللعبة معاها، عارفاك يا امنية. ماشي. مسكتي سمكة يا غزل؟ بصي يا غزل، السمكة بتاعتي عاملة ازاي؟ بصي برضه بتاعتي عاملة ازاي؟ بس انا سمكتي احسن. لا بتاعتي احلى. لا بتاعتي احلى. لا بتاعتي. طب تعالي نسوي سمك تاني يلا. طب ماشي. دي صعبة قوي يا أمنية بالكور. أهو يا غزل، مسكت سمكة تاني. لا يا أمنية أنت خسرتي. الله يا أمنية. غزل كده بقى، احنا لعبنا لعبة سيد السمك وأنا اللي غلبتك فيها. تعالي بقى ننزل البسين ونلعب شوية. أيوة ماشي. وكمان نقعد نغنوا. ماشي؟ ماشي. إيه ده غزل، دي المية ساعة قوي. أيوة. تعرفوا مين هينزل الأول؟ أنا. هي أمنية، أنا مبسوطة قوي. وأنا كمان يا غزل، مبسوطة قوي يا غزل. تعالى نغني. نغنوا؟ أه. طب نغنوا إيه؟ إيه؟ برنس مصر ده كاس كاس كاس، برنس مصر عطل موجود موجود موجود، برنس مصر مش حدود حدود حدود، برنس مصر مش شايفكم، برنس مصر مش عارفكم، برنس مصر ضحكته جنان جنان جنان، برنس مصر على قلبان قلبان قلبان، برنس مصر يجيب الجو جو جو، برنس مصر هو العو عو عو. هي
بص، فبعد كده رحنا لصمت فرنسا وانا قعدت اسهيها والعب معاها. راحت غزة اخدت البسين وكمان اخدنا سمك عشان نصطاد السمك. ايوه يا ماما. يعني ايه مش فاهمه؟ انتوا سرقتوا الحاجه دي؟ لا ما سرقناهاش، احنا كنا بنهزروا معاها، وبعدين يعني كده كده احنا نرجعوه فيها ايه يوم ولا يومين ولا ممكن النهارده كمان نرجعوه. ايوه يا ماما انا قلت الامنيه يا امنيه، بس هي امنيه كده سرقه. قالت لي لا يا ماما دي كده بنهزر. لا يا غزل، لا يا غزل يا حبيبتي، دي كده تبقى سرقه. يا طنط مش هتفضلي تعملي الغلط وتقولي للبنت لا بهزر بهزر، الغلط غلط يا حبيبتي. يا طنط دي اسمها سرقه، انك تسهروا واحده وتاخدوا الحاجه من وراها، دي اسمها سرقه. يا طنط سرقت ايه بس يا طنط؟ وانت عايزه تطلعيني وحشه وخلاص؟ لا يا طنط انا قلت لك كنت بهزر معايا. لا ده مش هزار وسرقه، واللي انت عملتيه ده يبقى انت فعلا وحشه. وعايزه اقول لك على حاجه، انت ما تكلميش بنتي غزل تاني وما تهزريش معاها، فاهمه ولا مش فاهمه؟ ولو شفتك بتكلمي غزل تاني مش هسيبك ومش هسيب غزل. ماما هو انت عايزه تطلعيني وحشه يا طنط؟ قلت لك انا مش بسرق، انا كنت بهزر معاها بس. ماما على فكره انا بحب امنيه. تحبي امنيه تعلمك الغلط؟ يا طنط ما دلوقتي خليتك تسرقي، لما تكبري شويه هتخليكي تعملي ايه؟ انا عايزه افهم. لا طنط سرقت ايه؟ انا بقول لك بهزر معاها يا طنط. طيب أيوة. خلاص مش عايزه اسمع كلام. اللي هتعملوه دلوقتي انك هتروحي معايا للست بتاعت الحاجات دي عشان احاسبها، وبعد كده هروح لمامتك عشان اشتكي لها. لا يا طنط انا ما عملتش حاجه. يلا قومي قومي قومي، اللي انتوا عاملينه ده في الشقه عملتوا ايه بس؟ قومي انت وهي. قومي يا غزل قومي. يلا عوامات البحر وجيادر البحر ونضارات. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي انا بناتي جم اشتروا من عندك هنا اتنين لعبه صياد سمك والبسين. بكام كلهم؟ عاملين كام على بعض حسابهم؟ اشتروهم من عندي انا؟ اه معلش، هما نسوا يحاسبوكي او انت ما خدتيش بالك او كنت بتبيعي لحد تاني يعني ما ركزتيش. ايوه ممكن ما خدتش بالي، اصلا انا نظري ضعيف شويه وما بشوفش. معلش يا حبيبتي انا عارفه والله. هما كده عاملين 600 جنيه. 600 جنيه؟ اه. طيب حاضر، من عينيا الاثنين. ربنا يخليهم لي. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. طيب اتفضلي كده 800 جنيه معاكي. ماشي شكرا. ماشي يا حبيبتي. بصي في 200 جنيه زياده. ماشي 200 جنيه؟ اه انا عايزاكي لا لا خليها لك. اه بس انا عايزاكي بس تركزي في شغلك شويه. معلش خلي بالك. ماشي حاضر، بس انا عشان انا ما بشوفش ونظري ضعيف، بس الناس هنا بيحبوني يعني اي حد بيجي يشتري بيحاسبني على طول. انا عارفه بس انت برضو بيجيلك اطفال، بس برضو خلي بالك. ماشي حاضر حاضر، شكرا ليكي جدا وربنا يخلي لك عيالك يا رب. تسلمي يا حبيبتي. ميش. يلا تعالي قدامي قدامي. يلا عوامات البحر وجيادر البحر ونضارات. ينفع كده امنيه انت وغزل اللي انتوا عملتوه ده كده؟ الست نظرها ضعيف يا امنيه، بدل ما تساعدوها حبيبتي رايحين تسرقوها وتاخدوا الحاجه من وراها. طب يعني بصراحه انا مش شايفه نفسي ان انا غلطانه، تعرفي ليه؟ يعني ينفع برضو الفكره تيجي في بالي بعد كده ممكن انساها، فقلت لازم اعمل الفكره على طول، وقلت كمان فرصه ان انت مش في البيت، قلت احسن حاجه. يا امنيه حبيبتي اللي انت عملتيه ده اسمه سرقه وحرام يا حبيبتي. وبعدين انا عايزه افهم حاجه، ليه ما عملتيش بقى الفكره بدل ما هي عاجباكي ما عملتهاش في بيتكم؟ يا طنط انا لو كنت عملتها في بيتي ماما بتزعلي على طول. يا طنط بس انت طيبه ومش هتزعقي لي، فعشان كده عملت كده. بقول لك ماما بتزعق يا طنط. ما بصراحه يا امنيه يعني لو اي حد مكان مامتك وانت عملتي كده هيزعق. ما ده الطبيعي، ما انت بتعملي حاجه غلط، ما هي لازم تفهمك الصح من الغلط يا امنيه. وبعدين يا طنط انت ليه مصره ان انا بسرق يا طنط؟ ودي سرقه؟ دي ما اسمهاش سرقه يا طنط، دي اسمها ان انا كنت بهزر مع طنط. لا يا امنيه انت حراميه واللي انت عملتيه ده غلط وانت وحشه. لا انا مش وحشه يا طنط، ولا فهمتك كذا مره ان دي من سرقه، دي هزار يا طنط. انت مصره ان انت تطلعيني وحشه. طب انا عايزه اقول لك على حاجه يا امنيه، انت خطر على بنتي، ولو سمحتي انا مش عايزاكي تكلمي بنتي تاني، ولو وانت كلمتي امنيه تاني انا مش هسيبك، فاهمه؟ وهقول لباباك على كل اللي انت عملتيه. وقدامي بقى انا بصراحه عشان عايزه اعرف مامتك انت عملتي ايه بالظبط النهارده. اتفضلي قدامي يا بنتي. لا يا بنتي يلا قدامي انتوا الاثنين. انا مش غلطانه يا بنتي على فكره. حاضر. السلام عليكم يا امنيه. وعليكم يا ماما. بصي يا ام امنيه بصراحه انا زعلانه من امنيه قوي. ليه بس يا ام غزل؟ يرضيكي يعني بنتك امنيه تعلم بنتي غزل السرقه؟ يا طنط قلت لك مش سرقه يا طنط، قلت لك انا بهزر مع طنط. انا اشرح لك امنيه بنتك عملت ايه. امنيه بنتك اخذت غزل بنتي وراحت عند الست اللي بتبيع حاجات البحر واجبت منها بسين واتنين اللي هو صياد السمك، وجم عندي في الشقه مالوا البسين ميه
وحطوا فيه وقعدوا يصطادوا سمك وفضولي الشقه كلها. يرضيك اللي بيحصل ده؟ انا شقتي اتبهدلت وبقول لها ما رحتيش عملتي كده في بيتكم ليه؟ قالت لي ماما هتزعق، عشان ماما بتزعقلي على كل حاجه على طول. امنيه بصي بقى يا امنيه، على فكره يا طنط انت ما ينفعش تقولي ان انا حراميه وبسرق قدام ماما، عشان قلت لك كذا مره يا طنط ان انا مش بسرق، انا بهزر مع طنط. بصي بقى يا ماما، انا فاهمك الموضوع كويس. عايزه افهم انا. انا روحت الغدا لماما وقلت لها تعالي اشتري لعب، فهي قالت لي ان هي معاش فلوس، وقالت لي كمان ان مامتها مش موجوده. فانا جات لي بقى يا ماما الفكره في ساعتها. ايه هي الفكره؟ الفكره هي يا ماما ان احنا نحط البسين جوه الصاله، وكمان قالت لي ان مامتها مش موجوده. قلت فرصه احسن حاجه، عشان لو انا كنت حطيت البسين هنا انت بتزعقي لي يا ماما، انت بتزعقي لي من غير ما تفكري. امنيه انت غلطانه يا امنيه. يعني يا ماما بعد كده، بعد كده حطيت البسين في الصاله يا ماما. بس تعرفي انا جبت البسين ازاي؟ انا ما كانش معايا فلوس بقى، فقلت اتصرف. والمايو ايه المايو انت نزلتي بيه امتى اصلا؟ ما انا هقول لك يا ماما، انا دخلت لبست وطلعت على طول من غير ما تشوفيني يا ماما. الفكره جات لي كنت خايفه تروح يا ماما. لا. بس طنط على فكره عماله تقول عليا من ساعتها ان انا حراميه وبسرق، بس انا يا ماما مش حراميه. فهميها ان انا بنتك مش حراميه ولا بتسرق يا ماما. يا ام امنيه انا عايزه افهم حاجه دلوقتي، لو جت بنتي غزل، لو قالت امنيه بنتك جت قالت لك ان غزل خدتها عند حد وجابوا وسهول حد باخد الحاجه من وراه ومشوا، هتقولي على بنتي غزل ايه، حراميه ولا مش حراميه؟ حقوق. يا ماما حراميه ايه؟ بقول لك يا ماما ان انا كنت بهزر. يا امنيه انت حراميه يا امنيه، وانت وحشه وبتعملي حاجات غلط. بصي بصي، هي طفله صغيره ما ينفعش نقول لها انت حراميه، بس نفهموها غلط. هي في دماغها ان هي بتهزر، وحضرتك في دماغك ان هي سرقت وحراميه، فاهماني؟ انا هعلمها غلطها بس ما تقولهاش كده. الغلط ما بيتجزاش يا ام امنيه، دي اسمها سرقه حبيبتي، لازم تفهميها الصح من الغلط، ولازم تعرفيها ان اللي عملته ده غلط وان هي كده سرقت. انا ما سرقتش. انا اسفه حقك عليا وانا هفهمها. حاضر انا اسفه حقك عليا. ام امنيه أيوة. اخر كلام هقوله لحضرتك. اتفضلي. بنتك ملهاش دعوه ببنتي تاني، عشان بنتك كده هتعلم بنتي حاجات غلط، دلوقتي خليتها تسرق، يا عالم بكره لما تكبر تخليها تعمل لي ايه؟ وانا بصراحه بنتي طلعت بيها من الدنيا، مش عايزه اضحي بيها يعني. حقك يا ام غزل. ماشي يلا قدامي، لو شفت اتكلمتي امنيه تاني مش هسيبك. انا فاهمه ولا مش فاهمه يا ماما؟ انا بحب امنيه. يلا قدامي امنيه. وعلى فكره يا غزل انا مخصماكي، خصميني. يلا 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 بينا يلا. ماشي ماما انا مش غلطانه يا ماما. لا غلطانه يا امنيه، هي عماله تقول عليا حراميه يا ماما وانا بهزر. حبيبتي انت غلطانه من اول ما نزلتي من هنا بالمايو، حتى من غير ما تقولي، حتى ما عرفتنيش انت رايحه تعملي ايه. باي حق تفضي شقتها وتحطي حمام سباحه وتمليه؟ باي حق؟ باي حق تروحي الست الساهيه وتاخدي منها الالعاب يا ماما؟ هي فكره جت في دماغي اضيعها يا ماما. انا بقول لك انا ما عرفتش اعمل ايه، انت لو حطيتي البسين هنا انت هتزعقي لي، فقلت فرصه بقى ان طنط مش موجوده. بصراحه يا ماما، ماما هي عماله تقول عليا ان انا حراميه وبسرق، بس انا ولا حراميه ولا بسرق، انا بهزر معاها. ده هزار؟ وانا لما خدت فلوسها ده هزار؟ يا ماما انا بهزر معاها، قلت كده 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 يا ماما رجعها لها تاني يعني. يا اقول لك حاجه، انا دماغي وجعتني منك يا ام. تعالي يا ماما. انا امنيه امنيه انا تعبت من كتر ما بتفاهم معاكي وانتي ما بتسمعيش لكلامي. انا هقول لباباكي وباباكي يتصرف معايا. طب بصي يا ماما، تعالي دلوقتي وانا هكلم بابا وافهمه ان انا مش غلطانه ومش بسرق، انا فاهمه ان انا كنت بهزر مع طنط. تعالي عشان اكلم بابا. دماغك ناشفه.